شاء الله. سلام هذا ابويا. وين ابويا؟ ابويا 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 ابويا. والله مستعجل اشتقت لك ابويا. ابويا ما ابوك ابويا. ابويا والله اشتقت لك. ولدك حسن؟ لا ما عندي ولد هناني. تو هذا ابوك؟ ابويا والله يا ابويا. تعال انا بلم. وين بقى؟ ما ابوك ابوي. شو ما ابويا؟ فكرت ولدك يا ابويا. حرام عليك ابويا. يا ابوي والله ما ولدي قدم. اصبر تو ابوك. وش ابوي؟ مو انا ابوك. هيك ابوك يا ابوي. ما عندي ولد انا. ولدك يا ابوي. يا ابوي حرام عليك. والله ولدي لو امتي وكل اهل اهل قبل قلت له والله. والله يا ابوي اصبر 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 خلنا تو هو يقول لا ابوك. يا ابوي وين يا ولدي؟ انا كان منشحنهم اولادي. وش شو وش شو؟ ما ابنك انا نسيتني؟ انا رحت عمان نسيت ابنك هنا في الامارات. يا ابوي اقول لك سوي لي صر ولا يهدي ود من ذي حشل. لا ما ولدي والله ما اسيبك. واخيرا لقيتك يا ابوي شارد عني 3 سنين. ابوي ود من انت يا ود من؟ والله ما اسيبك. ود وينك؟ تو اصبر تو انت متاكد انه ابوك؟ ابوي ما انا ابوي. ليش انت ناكر ولدك يا ابوي؟ ما كيف وين انا ما صرت طول ما السودان ما صرت طول والله. اخبر امي ولا ولدودا؟ ولا قاعد اقول اسمها يا سوني. تذكرك ابو راشد بابا ما نسمع من قول اسمها عادي. قول الحشرات. قول مريم. زين اسمه اسمك من اسمه؟ اسمه عبد الهادي. مبارك. سيف. ولدك البدواني. البدواني اهم حاجه البدواني. يا ولد يا ابوي. لا ابوي ود من هذا خوذ عن ابو راشد. لا لا ابوي ابنك ده ما له دخل فيها. يا اخي مشتاق لحضنك ولدك. والله العظيم ما اعرفك ابوي. ليش ما تحبني؟ ليش ولدتني وخليتني؟ بس ولدتك انا مش اهم. والله ولدتني وخليتني. ليه حرام عليك يا ابوي؟ يا ابوي يا حبلي يا ابو خوذ وحني. مشتاق لحضنك والله العظيم ما اعرفه وين من ذا. ترى يقول انه ولده. اقول ابوي وامه اسمها مريم. مريم وامي انا ما اقول وموجوده موجوده الحين. لا ابراهيم ابراهيم لا والله اشتقت. اقول لك ابوي سير عند ابوك. سير سير بعد مين ابوي انت؟ حشان ده ابوي بعطيك حلاوه. لا انا عايز حضنك حبيبي. ان شاء الله هذا من وين جايبين هذا؟ ولد من يا ابوي هذا من مغيب الاخوت يا ابوي من الدبالي. يا هو بلا شوف 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 هذا 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 من كم سنه ما شفت ابوك؟ وش ابوي قاعد يمدح خوت يا ابوي ابوي شلوا عني يا اخي. اقول لك مشتاق لحضنك. خلي انا والله لو ولدي مسوي شروح الكشه والله لا نتفتن. احلق شعري يا ابويا. ما عندي ابو وانا افتش في ابويا عشان يحلق لي شعري. ما عندي والي فولقيت ابويا. هذا الصالون يلا دخلني احلقني. ابويا وش حلقك انا ما احلقك شو ابويا؟ ابويا يا ابويا ترى يقول انه ولدك يا هو بلا. هذا ابوي هذا حد ناسينا وابوه ما ناسينا هنا. ابوي سيدي ورا امك وابوك. ابوي انا عندي اولاد هناك وعمان. حروح معاك عمان. وين تروح؟ انا قاصر روحي سبعه ما شاء الله عندي بعد. وين بتدور انت؟ اكلم ماما وحنمشي معاك. وين ابوي لسه عند اهلك هنا؟ هذا شوف اول لقى بين 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 شوف من كم من كم سنه ما شفت ابوك؟ كثير زي يا الله. بلحظان 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 هذا اظني اللي يطوف هنا قال ابوي كان جابني انا شراسه بغداد اتعلق فيه. والله العظيم ابوي سير دور ابوي. انا ما انا اولاد ما عندي هنا. أنا عندك اولاد؟ كيف ما عندك اولاد؟ لا تنكر لا تنكر يا هو بلا. مريم نسيتها؟ مريم امي ابوك. انا ما عندي مريم امي. انا برضو مريم امك. مريم امي نسيتها يا هي شو اضرب اتصل بها؟ لا لا شي ما خير. صل على النبي ابوي صل على النبي عشان الناس تعرف. انت بتنكر ولدك ليه ابويا؟ يا الله ابويا. وانا وين اشرد عنا ليه؟ بس يا ابوي والله الليله معاك. وش الليله معاك؟ والله ما اسيبك ما صدقت. سيدي ورا ابوك وامك ابوي. شوف شوف من كم سنه ما شاف ابوه. هذا اول لقم بينه وابوه. يا
يصير يجيب شوف الفرحه سياره مع ابي ابوي 100 درهم بخلي يروح يا ابوي وش تعطى درهم تبيع ولدك يا ابوي ما بعتك انا والله تبيع ولدك يا ابوي ما بعتك شوف شوف الدموع شوف الدموع فين الدموع يا شغل تو هذا ابو يا ابو اللي قالك يا حتي اقولك شلوا عني يا اخي شلنا ابوك هذا ولا تأكد انه ابوك او ابويا كيف عرفت؟ هو نفحص الدم وابوي نفحص الدم لابوي يلا نفحص الدم ما عندك يلا نفحص الدم يا هي شغل او بل كان ولدك الاكبر من حسن لا ما ولدي ما ولدي انت بعد كيف ما ولدك؟ كيف ما ولدك؟ يا ابوي والله انت ابويا ابوي ما انت ابويا ما عايز ارفع صوتك انا من جبل انت ابويا ابويا اصبر عنك ابويا يلا نفحص ونفحص اقول لك والله ساعه قمك انا وجهي سد سد هناك اكي حمامه ابويا 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 اشوفك تصدق ارهب هذا الصغيرون هذا يا ابوي تبعني والله العظيم وين ابواني بيت الكنافه في العين مره جنب البوادي المول شايفين البوادي المول وهذا سوق القوس يسموه وهذا بيت الكنافه خصم على الكنافه 20% مره لمده اسبوع خصم على كل شيء موجود في المحل شوف الكنافه الموجوده عندهم شيء عندهم طول بعمرك جلسات داخليه موجوده فوق في الطابق الثاني وشيء جلسات خارجيه خلنا اول شيء نشوف هاي الجلسات خصم يقول لك 20 هذا يطول بعمرك جلسات الى سهنة واطلب كنافه وبتوصل الكنافه يمدحوها حاره اوف يا سلام شوف طول بعمرك انزين شوف الجلسات الخارجيه عندهم جلسات خارجيه بعد شيء جلسات خارجيه خله خله والله شوف وش تشوف توقف عن هذا اللي اهل ابوك يتبعني والله زين اذا ولدك شنو ما ولدي يا ابوي وين ولدك يا انا طايف وانا شح اولادي ما بغيت تجلس داخل نعم هذه تعال في الهواء الطلق جلسات خارجيه نعم ريحه الهواء شوف الورد شوف ريحه الورد توت يا ابوي هذا ما ورد وش هذا؟ هاي ذرة هي ذرة وش من ذروة هنا؟ شوف 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 الكنافة اللي عندهم ما شاء الله انت يا ابو راشد مساعدهم ايه شوف شوف فريرو بيستاشيو يا سلام الكندر النوتيلا بين نارين اللي هي قشطة والناعمة ناعمة قشطة وعندك هون خشنة جبن ملكية عندك نعمة جبن أباك تسوي ذيك الحركة يوم ترفعها فوق إيه لازم وش لازم يلا سوى خلي يلا روح هذه كنافة البستاشيو شوف شوف روح ارفع روح شوف هاي وش اسمها شوف بستاشيو على براش روح عطى سيدة مرة روشها هي في حلقة مرة يا لا تخوز براش خليك هنا بس يا سلام عيد الحركة هناك خلنا نشوفها خلاص خلاص ها كيف البستاشيو فنان يا سلام روح يدوب يدوب هذه وش اسمها هذه هاي فريرو هذه كنافة الفريرو فريرو روح ارفع ارفع روح روح بعدك روح 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 يا سلام روح هناك سيدة مرة داخل اي نعم يا ربي ها ويش؟ بيفوز وش فوز كم مباراة؟ يا ابوي بقول غاوي ولا ما غاوي؟ حلو حلو هي جوك ارفع 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 روح بس ما وش يرفع لوين؟ شوف 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 وين يرفع؟ يا سلام بس بس لا ها روح روح مرة والم ايه هذه قنابل وش اسمها؟ نابلسية قنابل نابلسية يا ابوك احنا حتى اساميها ما نعرفها ابوي احنا ما ندخل هالاماكن هاي طول نعم احنا كان شيء عيش زين يا سلام روح روح اللي بعده بعده شيء اللي بعده بس راح يسخن دقيقه راح يسخن كيف مباراه عنده يا والله قال لي سيسخن احيدهم يسخنوا قبل يلعب يلعب الكوره ها كيف؟ عطيرة عطيرة هذه كنافة النوتيلا بالجبن ها ارفع ارفع وش يرفع؟ باكل الحين وارفع وارفع يا سلام سيده سيده هناك
عقيل المخزن في المخزن ان شاء الله صل على النبي اللهم صل وسلم عليه. فنان فنان هاي بقول لك كتاب واضح من عنوان شوف واضح انه فنان. هذا طول لي بعمق كنافه القشطه هذه كيف ارفع هاي بدون رفع هاي ما هاي ما ترتفع نزلها هاي نزل ابو راشد يرب لي هاي كنافه القشطه فاهم لا تخابرتون انت بس هو يعرف وين يوديه. ارى يا سلام يلا روح هاي كنافه القشطه مرة مرة فك حلقة قبل لا ما ودانا يا ريت لواد ما شافوها الكنافة كلها والله ما ودانا شيء هذا ملقم هلي هذه كيف من الآخر وهاي من وين دي من الأول دي ما تزال هاي من الآخر هاي من الأول عطنا ذيك أشوف هاي جبل الملكية هذه وش اسمها هاي نوتيلا قشطة جبل الملكية جبل الملكية اشوف قرب قرب خلينا نشوف قرب لي انا الجبن الملكية ارفع ارفع ما الصحن ارفع الهاي كنافة روحها ايه دورها دورها يلا ايش هاي هاي ترتفع دي ان شاء الله ان شاء الله انها ترتفع بس لا لا ترتفع دي ما شاء الله سيدي المستودع مثل المخزن المخزن اصبر بيعطوك عاد متقدم يو سوق سامانة بس يا شاء الله شوف مره هذه انواع الكنافه الموجوده عندهم مزيد. والخصم 20% لمده اسبوع موقعهم مره شايفين بوادي مول نعم. هذا سوق القوس نعم. بيت الكنافه مزيد. عندهم حق عروس وهذا حفلات وسوال عندكم؟ نعم موجود مرة؟ نطلع طلبات خارجية ونعمل للأعراس والأفراح زي. للمناسبات برضو التحضير بالموقع كمان راح يكون وفي طبعا نفس الأصناف الموجودة هون برضو حتكون موجودة حتى في الأوردرات الخارجية من صوصات من قشطة من جبنة كل من كل أنواع كيف ما أبي أسكت ما أبي أسكت بس أسكت بس أمورك طيبة مرة أمورك طيبة سلام